مع انتشار عصابات مختصة في سرقة السيارات، أصبح من الضروري إيجاد حلول للحد من تواصل نشاطها. القارئ الآلي للوحات ترقيم السيارات تقنية جديدة تستخدمها مصالح الأمن الوطني في كشف المركبات المسروقة من خلال دوريات عبر الطرقات وحتى عند نقاط التفتيش. هذه الفصيلة لديها السيارات مجهزة بطاقم قارئ الآلي للوحة الترقيم. هذا الطاقم متكون من كاميرات متصلة بحاسوب مثبت داخل المركبة، وذلك من أجل معالجة صور لوحات الترقيم الملتقطة ومقارنتها مع قاعدة البيانات الموجودة بالحاسوب. أقل من شهرين، القارئ الآلي رصد عدداً من المركبات، بينما مكن من استجاع 19 سيارة مسروقة. تمكنت هذه الفصيلة من تسجيل 890479 مركبة تم قراءتها باستعمال طاقم القارئ الآلي للوحة الترقيم، زائد 19 مركبة تم توقيفها كانت محل بحث تم تحويلها، سواء كانت مركبات مسروقة أو مقحمة في عمليات إجرامية. هكذا تتم العملية، تسير سيارة الشرطة وبها القارئ الآلي، وفجأة الكاشف يرن. إنها سيارة مبحوثة عنها، يقوم عناصر الأمن بباقي الإجراءات. تحتجز السيارة ويتم إيقاف السائق في انتظار استكمال التحريات. أعطيني الوثائق تاعك من فضلك. قمنا بتوقيفه بطريقة قانونية واحترافية، وبعد قيامنا بالمراقبة الأمنية الإدارية وبالتنسيق الدائم مع قاعدة العمليات، تبين أن هذه السيارة مسروقة. أما فيما يخص تحويل هذه السيارة، تقدم إلينا متنقل القطاع لإكمال باقي الإجراءات على مستوى الأمن الحضاري لقطاع الاختصاص السيارة الموقوف فيها. هذا الكاشف الآلي يسمح مبدئياً بترصد السيارات المشبوهة أو محل البحث قصد وضع حد لظاهرة سرقة المركبة، لكن تبقى الحيطة والتعاون بين المواطن والشرطة سبيلاً لضمان أمن الممتلكات.